يلا عشان عندنا النهارده اخبار كتير ومتنوعه وكالعاده هنبتديها مع كل حضراتكم مع النادي الاهلي. النهارده ان شاء الله وتحديدا في الثامنه مساء هيلتقي النادي الاهلي مع فريق انبي في مباراه الجوله 32 من مسابقه الدوري العام المصري. وطبعا بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي اعلن بالفعل قائمه الفريق وجاءت كالاتي: محمود كهربا، حمدي فتحي، مروان محسن، صالح جمعه، وليد سليمان، ايمن اشرف، علي لطفي، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، احمد فتحي، جونيور اجاييه، محمد هاني، شادي رضوان، فارس طارق، محمد مغربي، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري، احمد طارق، واخيرا وليس اخرا مصطفى شوبير. كل التوفيق ان شاء الله النهارده في المباراه. بنتوقع بنتمنى باذن الله الفوز للفريق بتاعنا، الفريق الجميل، الفريق المحترم الاهلي.